في الاي تابس وعند عمل التصميم للعناصر المختلفه سواء كان الكولومز او البيمز وهكذا بيبدا يظهر لي بعض الورنينجز او بعض الاخطاء تحت مسمى الاو اس او الاوفر ستريسنج. طبعا هو بيقول لي ان الاو اس داش او هاشتاج واديني رقم. الهاشتاج ده بيوضح لي رقم الورنينج بحيث ان انا اول ما اشوف الرقم ده اقدر احدد على طول هو ايه المشكله. في الجدول ده وفي الدوكيمنت دي بيديني هنا ارقام الاخطاء وسببها وايه الحل بتاعها. طبعا السبب ده الايتابس بيذكره بشكل مباشر، يعني لما بيقول لي مثلا الاو اس داش 2 هو على طول مباشره بيقول لي انه والله ده السبب ان الاو اس داش 2 ده الكاباسيتي ريشيو اكسيد ليميت. فهنا في الحاله اللي زي دي في الخطا ده القطاع بيبقى نوت انف. بس ناخد بالنا بقى كده من الحل علشان في احيانا ممكن ازود القطاع وفي احيانا لا انا ممكن ازود الاريا ستيل او ممكن ازود الاف سي برايم وهكذا. الحاله اللي زي دي لما بيقول ان كاباسيتي ريشيو اكسيدز ليميت في الكيس دي بيبقى الريكوايرد ستيل ريشيو اكسيدز الماكسيمم ريشيو، يعني الاريا ستيل المطلوبه زادت عن الاريا ستيل ماكسيمم. وطبعا احنا عارفين ان ده ما ينفعش عشان نبقى ضمن زون الدكتايل فيلير، ما ينفعش ان الاريا ستيل في اي قطاع تزيد عن الماكسيمم. فبيبقى هنا الحل ان انا ازود الاريا كونكريت بتاعه القطاع، يعني ازود البي وازود الاتش. طبعا لما بزود البي وازود الاتش كده الحديد اللي هيبقى مطلوب هيبقى اقل، فيبقى اقل من الاريا ستيل ماكسيمم، وبالتالي يبقى انا كده دخلت السيفتي زون او منطقه الامان. فبالنسبه لي مفيش مشكله ساعتها اقدر ازود البي والاتش تاني فالاريا ستيل يبقى منطقي ان سو اون. ضروريه جدا علشان في النقطه دي انا ممكن احيانا اقعد ازود الحديد واصلا انا اوريدي عندي حديد عالي، هي الفكره ان انا ازود البي والاتش بحيث ان انا اكبر الخرسانه فالاريا ستيل مقسومه على الاريا كونكريت كميو ريشيو او رينفورسمنت ريشيو الا عن الماكسيمم، يبقى انا كده عالجت النقطه دي بشكل مباشر. هو ده هدف الجزء ده من البارت ده، ان انا اعالج الاخطاء اللي هتظهر لي بشكل مباشر. الخطا الثاني وهو الخطا الخاص بالاو اس داش 35. او اس داش 35 برضو انه الكاباسيتي ريشيو اكسيدز ليميت، بس ننتبه بقى او اس 35 هنا برضو القطاع غير كافي، بس الحل ان انا ازود الابعاد بتاعه القطاع. هنا بقى ملوش علاقه بالاريا ستيل، لا هنا الابعاد نفسها كاريا كونكريت فيها مشكله، فهيبقى الحل ان انا ازود البي والاتش. طبعا توتالي هتلاقيك سواء الاو اس داش 2 او 35 انت في الحالتين بتزود البي والاتش اوكي، بس انت مهم جدا بالنسبه لك تبقى فاهم هو انا بزود هنا بي واتش ليه وهنا بزود بي واتش ليه. يعني في الحاله الاولى انا بزود بي واتش عشان اعادل الاريا ستيل بحيث ان هي ما تزيدش عن الماكسيمم، وفي الحاله الثانيه انا بزود بي واتش عشان ازود الكباستي الخاص بالقطاع. ده معناه انه في الاو اس 2 او الاو اس 35 الاثنين كباستي ريشيو، بس في واحده فيهم بتعالج الكباستي ريشيو عن طريق عكسي او بطريق مختلف. دي نقطه في غايه الاهميه. الخطا الثالث، وطبعا الاخطاء دي كلها او التحذيرات دي كلها احنا هنتناولها بشكل مفصل في فيديوز مختلفه من مشاريع حقيقيه احنا تعرضنا ليها واشتغلناها، وهنقول الخطا ده لما بيظهر لي في البروجكت بيظهر ازاي وعلاج بيكون ازاي. لانه يعني في احيان مثلا في بعض المشاريع انت ممكن ما تقدرش انك تراجع او انك تزيد البي والاتش، في بعض المشاريع ممكن نوصل ليها المرحله دي ما نقدرش ان احنا نزود البي والاتش، وفي مشاريع ممكن تكون التكلفه فيها يعني مطلوب ان هي تكون قليله جدا فيكون حل الاريا ستيل مش انسب حل ومش افضل حل وهكذا. الاو اس 5 داش 5 بيقول لي هنا ان الكولوم اكسيال لود اكسيدز اويلر فورس. طبعا هنا اويلر فورس او الجزئيه دي ليها علاقه بالجزء الخاص بالباكلينج، انه في الحاله اللي زي دي القطاع نفسه بيبقى طويل زياده، فالمفروض ان القطاع ده لما بيبقى طويل قوه اويلر او القوه اللي اتحملها تبقى لمعادله اويلر بتقل، وبالتالي عشان ازود الكباستي لازم ازود الابعاد. بس هنا بقى ننتبه لنقطه في غايه الاهميه، انا مش محتاج ازود اي ابعاد، انا محتاج ازود الويتس، لان هنا المشكله مش في الاتش، المشكله بتبقى في العرض بتاع العمود. عرض العمود بيكون صغير وبالتالي المشكله بتكون في الجزئيه الخاصه بالباكلينج، الكباستي بتاعه القطاع بتكون قليله تبقى لقوه اويلر، فمحتاج ان انا ازود العرض علشان ازود الجزئيه الخاصه بالكباستي بتاعته. يبقى هنا الاكسيال لود القوه المحوريه اللي جايه نتيجه الاناليسز، يعني نتيجه الالتيميت سواء انت شغال بقى، احنا طبعا عندنا حالات ديد وكفر وول ولايف، وعندنا الحالات الالتيميت بتاعتنا
المختلفه. طب كان الكود اللي احنا شغالين بيه في الحاله اللي زي دي القوه الاكسيال الالتيميت تعدت القوه المسموح بيها طبقا لمعادله اويلر. ودي طبعا معادله اويلر التفصيليه اللي بتوضح لي ايه القدره اللي يقدر العمود يشيلها وما ينفعش يزيد عنها عشان ما يحصلش انهيار في الباكلينك. لانه احنا بنصمم العمود على اكسيال لود ماكسيمم والمفروض ان العمود يفضل يتحمل الاكسيال لود ده. لو انا عندي مشكله ان الاكسيال لود ده زاد عن اويلر فورس ده معناه ان العمود ده ممكن ينهار نتيجه الباكلينج قبل ما يوصل للماكسيمم لود بتاعه. دي طبعا مشكله اساسيه. طبعا ده بشكل او باخر بيترجم في جزئيه ان العمود طويل لونج. ده الاو اس 5. الاو اس 20 و 52 هنلاحظ ان احنا حاطين الاثنين دول في خانه واحده لان هما الاثنين بيعبروا عن مفهوم واحد وهو الجزئيه الخاصه بالدلتا ان اس او الايتا ان اس. الدلتا ان اس فاكتور ودي ليه علاقه بالباكلينج انه ما ينفعش باي حال من الاحوال يزيد عن ال 1.4 معامل النحافه زايد عن ال 1.4. طب الحل بيكون ايه؟ الحل بيكون ان انا ازود العرض او البعد الخاص بالعمود المعرض للانبعاج وهنا بيكون البي بتاع العمود. البي بتاع العمود الحقيقه ده بيكون الحل تقريبا شبه الوحيد. طبعا في حل اخر ان انا اعالج الموضوع ده عن طريق ان انا ازود الاريا ستيل. احنا عارفين طبقا للاي سي اي ان انا ممكن اعالج موضوع الباكلينج او الايتا ان اس باستخدام الاريا ستيل برضه. بس الحقيقه احنا بنرجع للاريا ستيل يعني ممكن ازود الاريا ستيل لو الايتا ان اس دي قريبه من 1.4. يعني مثلا وانا بحل ايتا ان اس مثلا 1.45 اكبر من 1.4 بس اكبر من 1.4 بحاجه بسيطه ممكن في الحاله اللي زي دي ازود الاريا ستيل لانه الكود الامريكي بيسمح ان انا اخد الانيرشيا الخاصه بالحديد او بالبارز الخاصه بقطاع العمود الداخليه في حساب التوتال انيرشيا الخاصه بقطاع العمود وبالتالي ده بيساعدني اكتر. لكن لو الايتا ان اس 1.8 1.7 1.6 لا هنا هيبقى مش حل مناسب خالص ان انا ازود الاريا ستيل فبيكونش قدامي غير ان انا ازود البي الخاص بقطاع العمود. يبقى الاو اس 20 والاو اس 52 ليهم علاقه اساسيه بالايتا ان اس او الجزء الخاص بالباكلينج. هنلاحظ انه الاو اس 5 والاو اس 20 و 52 ليهم علاقه شويه بالباكلينج بس كل واحد بمفهوم اخر كل واحد بمفهوم مختلف عن التاني. يعني ممكن في الجزء اللي هو الاو اس 20 52 يكون العمود صغير عادي مفيش مشكله مش طويل ولا حاجه واويلر فورس مسيبه بس المومنتس اللي عليه الاند والستارت فيهم مشكله وبالتالي الاقي الايتا ان اس فيها اشكاليه فمضطر ان انا ازود البي الخاص بقطاع العمود. في الاخير الورنينج الاخير ده خاص بقطاع البيم ده بيبقى مينلي على الجزء الخاص بالشير ستريسز وده لما بيكون البيم معرضه لتورشن بشكل اساسي. الاو اس داش 45 وده هنلاحظ انه هو هنا 45 ده كده ال 45 بيقول لي الايتابس انه الشير ستريس اكسيد ماكسيمم ليميت. طبعا بسبب استخدام التورشن بسبب انه انا سامح ان البيم تشيل تورشن ففي الكيس اللي زي كده اجهاد القص زادت عن المسموح. غالبا الكيس دي بتحصل لما بنكون ناسيين الجزئيه الخاصه بالتورشنال كونستنت ان احنا نخفض او نلغي فكره التورشن على البيم ممكن نكون ناسيينها احيانا فده معناه ان احنا سامحين ان البيم تشيل تورشن وده بيحصل المفروض في حالات الاكوليبريم تورشن. الاكوليبريم تورشن دي نقطه في غايه الاهميه. في الكيس اللي زي دي ما ينفعش اصلا ان انا الغي التورشن او ان انا اخلي التورشنال كونستنت برقم صغير. لكن في حاله الكومباتيبلتي تورشن لا لازم او ممكن ان انا اخلي التورشن كونستانت 0.01 لانه انا في الحاله زي دي التورشن هنا مش من محددات الاتزان الخاص بالمشروع بالتالي ممكن الغي التورشن. علشان كده في الاو اس 45 المشكله بتكون في الشيف. فبيبقى عندي حلين في الحاله اللي زي دي بقف واروح اراجع البيم دي اشوف والله هو فعلا الشير اللي ناتج ده او الشير ستريس ده ناتج عن بيور اكس شير فورس ولا ناتج عن شير زائد تورشن. لو ناتج عن بيور شير اتس اوكي يبقى ما فيش قدامي غير ان انا ازود ابعاد الكاميرا او القطاع ان انا ازود البي والاتش واشوف بقى المعماري مسموح لي ان انا ازود اي بعد فيهم. طب لو لقيت ان في كمان معاه تورشن اشوف بقى التورشن الكونستنت بتاع البيم ده لو انا فعلا مش مخفضه لا احاول انا اخفضه لو هي كومباتيبلتي تورشن وعالج الموضوع ده تاني. وغالبا حقيقه يعني ده من تجاربنا اللي مرينا بيها غالبا بيبقى نتيجه انه في تورشن على البيم ففي الحاله اللي زي دي بيبقى القطاع انسيف فازود البي والاتش.